أحمد علي عبد الله صالح يطلق أول إشارة تطبيع مع إسرائيل، تفاصيل صادمة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. أطلق نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عفاش أول إشارة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي لدى مشاركته في افتتاح معرض إكسبو دبي 2020 وزيارته جناح أحفاد سبأ الذي أنشأته الإمارات باسم اليمن. وتزامن ظهور أحمد علي عفاش لدى افتتاح جناح أحفاد سبأ الذي أنشأته الإمارات في المعرض مع مشاركة دولة الكيان الإسرائيلي ضمن 192 دولة مشاركة في المعرض بمنتجاتها التكنولوجية والتقنية والهندسية. مراقبون اعتبروا هذا الظهور من جانب أحمد علي في المعرض أول إشارة على استعداده وترحيبه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني في حال دعم رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه من مجلس الأمن وتصعيده لرئاسة اليمن. وظهر نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عفاش لدى مشاركته في افتتاح معرض إكسبو دبي 2020 بثياب شفافة وصفت بأنها خليعة وتحاول تصويره بحالة بائسة مجردا من الجنبية الثمينة ومظاهر الثراء الفاحش. من جانبها شكرت نائب المفوض العام لجناح إكسبو والتنفيذي لخطة ومحاور المشاركة اليمنية في المعرض الدكتورة مناه الثابت، شكرت الإمارات على تكلفها بالدعم المادي والهندسي واللوجستي لبناء الجناح اليمني في إكسبو 2020. يشار إلى أن جناح عفاش في المؤتمر الشعبي الموالي للإمارات يسعى لإسقاط الشرعية وإلغاء قرار مجلس الأمن رقم 2216 واستبداله بقرار إنشاء مجلس رئاسي يستوعب جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة أحمد علي عفاش.